ثم نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل جودة تيك توك. نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على التطبيقات، بعد سوف نقوم بالنزول إلى الأسفل والضغط هنا على تيك توك خاص بكم، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، بعد سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، بعد سوف نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين، ثم سوف نقوم بإيقاف إعادة تشغيل واي فاي خاص بكم. سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، هنا سوف نقوم بالبحث عن تيك توك خاص بكم، سوف يظهر على هذا الشكل. وعندما تجدون هنا تحديد سوف تجدون هنا تحديد. وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.